الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. سوف نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع يهم كل إنسان على وجه هذه الأرض. كل من يشاهدني الآن، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أم كبيرا، كان غنيا أو فقيرا، كان مريضا أو صحيحا، الكل يهمه موضوع هذه الحلقة. سوف نتكلم فيها عن قصة النهاية، نهاية كل إنسان على وجه هذه الأرض. كل من يشاهدني الآن لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال: كيف ستكون نهايتي في هذه الدنيا؟ هل استعد الواحد منا لهذه اللحظات؟ للحظة لا بد منها. أي لحظة هذه؟ كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، عش ما شئت فإنك ميت. قد يظن الإنسان أحيانا أنه صحيح الجسد، قد تظن الأخت الفاضلة أحيانا أنها سليمة الجسد وأنها لن تموت وأنها ستعمر في هذه الحياة، ولا تدري فجأة يأتيها الموت بغتة. هكذا هي الدنيا، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هذه الدنيا بزهرتها وزينتها وجمالها وخضرتها، يوم من الأيام الشجرة ستذبل، يوم من الأيام الأوراق ستصفر، يوم من الأيام ستتساقط هذه الأوراق ثم تذروها الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير. هذه الدنيا ستزول يوم من الأيام، خضرتها، زينتها، جمالها، انظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين الأغنياء؟ أين الأثرياء؟ أين اللاعبون؟ أين الأصحاء؟ أين الأقوياء؟ كلهم جاءتهم منيتهم. يوم القيامة يصور الرب عز وجل امرأة عجوزا شمطاء بادية أنيابها، لونها قد ازرق، ينظر الناس إليها في المحشر فيخافون منها، فيقول الرب عز وجل: أين أتباعها؟ أين أتباع هذه العجوز الشمطاء؟ فيخاف الناس منها، من يتبع هذه؟ من يريد هذه؟ يهرب الناس منها، فيقول الرب عز وجل: هذه الدنيا التي عليها تقاتلتم وتخاصمتم، من أجلها تركتم عبادة الله عز وجل. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اليوم في هذه الحلقة سنتكلم عن اللحظات الحاسمة، عن السكرات الأخيرة. سوف نفصل تفصيلا دقيقا ليعرف الإنسان حقيقة هذه الدنيا. إي والله، حقيقة فانية زائلة. دخل أبو العتاهية شاعر الزاهد على هارون الرشيد، دخل عليه وقد بنى قصرا عظيما، فقال له أبو العتاهية: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. عش واستانس، يجري عليك بما أردت من الغدو من البكور. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. هناك ستعلم أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الفاضلة، إلا هذه اللحظات الحاسمة التي لا بد منها
سنعرف حقيقة هذه الدنيا. لا بد من هذه اللحظات، كونوا معنا في هذه الحلقة لنفصل لكم كيف تخرج هذه النفس وأين مصيرها. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، اجعلها ممرا ستخرج منها يوما من الأيام. وكان ابن عمر دوما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. كما قال بعضهم: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. جاء في بعض الآثار أن ملكا أو ملكا من الملوك كان ثريا، كان غنيا، كان مغرما بهذه الدنيا، أراد أن يسافر فلبس أحسن لباسه وركب أفضل مراكبه ومشى في طريقه، والناس ينظرون إلى من ملك الدنيا بأجمعها، ينظرون إلى هذا الرجل الذي عنده من الثروات التي يظن بها أنه سيخلد في هذه الدنيا. فجأة وهو يمشي في طريقه اعترضه رجل فقير بث الهيئة مسكين، نظر إليه فقال وسلم عليه فلم يرد السلام، قال: ابتعد عني أيها الرجل، أنت في طريقي. قال: لن أبتعد، أريدك بحاجة. قال: ويحك، ماذا تقول؟ قال: أريدك بحاجة. والناس حوله يتعجبون: من هذا الذي يجرؤ على هذا الملك، هذا الغني الثري، هذا الطاغية الظالم، من يجرؤ عليه؟ قال: قل ماذا تريد. قال: لا، الأمر سر بيني وبينك. قال: ويحك. قال: نعم، سر بيني وبينك، فانزل. فنزل الرجل. قال: ماذا تريد؟ قال: عرفتني؟ قال: لا. قال: أنا ملك الموت، أنا مفرق الجماعات، أنا هادم اللذات. اصفر الرجل، اضطرب، خاف. قال: أمهلني دقيقة، أمهلني ساعة، ودع أهلي وأولادي. قال: لم أؤمر بهذا. فنزع روحه فخر كأنه خشبه، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذه اللحظة لا بد منها. قال: الزمان أم قصر؟ استغنى الإنسان أم افتقر؟ طال عليه الأمل أم قصر؟ قوي جسده أم ضعف؟ فالموت يأتي بغتة ولا مفر منه أبدا. الكل سيموت يوما من الأيام. أعظم الناس مات، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله فيه: إنك ميت وإنهم ميتون. لما مات عليه الصلاة والسلام قال الرب عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم.